واكيد اشمك اشمك ونروح المسي على متابعين ومشاهدين قناه دبليو تي في وطن وحلقه جديده مثل ما عودناكم بيت بيوت. اكيد اليوم مصطفى معتذر، اليوم معتذر من عندنا لان عنده حاله وفاه، ان شاء الله تكون هاي اخر الاحزان. الارقام حتظهر لكم اسفل الشاشه تقدرون من خلالها تتواصلون ويانا، بس قبل ما تتصلون نصونا صوت التلفزيون وسمعونا من صوت التليفون، واكيد السحبه حتكون قريبا والسحبه حتكون على جهاز بلاي ستيشن. عودوا بالاتصال، وفرنا لكم خدمه التليجرام تقدرون من خلالها تتصلون بينا، بعد شو تريدون اكثر من هيك مدللين؟ يلا ناخذ اتصالات مخرجنا. يلا نستقبل اول اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ الله يسلمك يا زهراء مؤيد. زهراء مؤيد، زهراء مؤيد من وين؟ من بغداد. زهراء من زهراء نصينا صوت التلفزيون لان الاتصال ينقطع. أوكي. يلا كل نص التلفزيون، لا تروحين بغير مكان. نصونا صوت التلفزيون. اوكي، اليوم راح ناخذ اتصال اتصال بما انه اليوم وحدي، حاخذ وياكم اتصال اتصال، يعني اليوم ماكو اتصالين، راح اخذ اتصال واحد. زهراء شلونك بتجلقي؟ على مود نلعب انا وياك. نصيلي صوت التلفزيون. نصيته كله نصي. يلا زهراء زينه بتجلقي؟ زينه. يلا خلينا نلعب انا وياك اليوم بالمنطقه، احنا انا وياك واليوم نلعب لعب. يلا زهراء، زهراء انت حتكونين الطابات البرتقالي وانا حكون الطابات الاسود والابيض، تمام؟ أوكي. يلا يلا اني حختار رقم واحد. يلا زهراء. واني اختار سبعة. تختارين سبعة. سبعة 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 وينها؟ يلا تمام. لا اني انت اني البرتقالي وانت الاسود والابيض، غلطت. يلا اني حختار رقم تسعة. يلا اختار رقم زهراء. ثلاثة. يلا انا حختار رقم اثنين. يلا زهراء. يلا زهورة. انا اختار حماس. حماس خمسة. حماس خمسة. خمسة. يلا انا حختار رقم ثمانية. زهراء اريد حماس. حماس اوكي. يلا يلا اختار واحد. يلا تختارين واحد. الواحد اللي بين الثلاثة تجيبينه. يلا خلانا بين أربعة. بين أربعة حطين. لا أنا خل أختار، أنا ما اختاريت. يلا أنا حختار أربعة. يلا اختاري. يلا يلا زهراري السرعة السرعة السرعة. يلا يلا زهورة. يلا خمسة اختار. الخمسة مختارتها انتي. بعد جوال ثلاثة شنو؟ ستة. ستة. ستة؟ يلا اخذ الواحد اخليه بالستة. يلا تمام. واني حختار واحد. يلا اختار. يلا يلا قدامك. يلا يلا اوكي اوكي اربعة. يلا وفزتي ويانا زهورة ودخل اسمك بالقرعة. الف الف مبروك زهورة، دخل اسمك ويانا بالقرعة. شكرا لك ولاتصالك. وناخذ اتصالاتكم ونقول الو. الو الو الو. آية شلونك؟ حياتي شلونك قلبي، نورتي البرنامج. انتم شلونكم؟ حبيبتي اذا انت بخير اكيد احنا راح نكون بخير. اليوم قاعد اليوم قاعد كيوت على البرنامج. شلون؟ اليوم قاعد كيوت على البرنامج. حبيبتي عمر انت الكيوت، انت الجميله، عيونك الحلوه. اسمك الثلاثي؟ حبيبتي زينين. انا حيدر من غزان.
من ديالي دائما اخربط. اسف. انا حيدر غسان من ديالي. حيدر غسان. ها انا ذاك يوم شاركت وياكم تمام. ومصطفى ذاك يوم شاركت وياكم ومصطفى خسرني. لا مع الاسف مع الافس مع مصطفى. اوكي حيدر راح ناخذ اتصالين وتلعبون بيناتكم. مصطفى اليوم اعتذر عنده حاله وفاه، ان شاء الله يجي بالحلقات الجايه. حيدر انتظر على الخط ناخذ اتصال ونلعب بمحيبس. ايه ها حبيبي تفضل. ايه اريد تتفرجيني اليوم ان شاء الله تفوز. هو محيبس راح العبكم. ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ بنيه ولد؟ انا خربط. ولد ابنك بنيه. قوية هاي، لا قوية كلش قوية. يلا اسمك؟ اسم؟ بنيه. اي الاسم الثلاثي؟ وفاء جمعة كريم. وفاء جمعة كريم، وفاء نسيتي انت بنيه لو ولد لو شنو؟ تبكي. حياتي نورتي البرنامج عمري. من وين وفاء؟ من بغداد. منو قاعد يمك وفاء؟ اكيد امي وابوي. سلمي لي عليهم كلهم. حيدر وفاء راح العبكم لعبه المحبس. هاي لعبه المحبس يعتمد على الحال. نعم حيدر. انا اهلي يمي. سلم لي عليهم. سلم لي عليهم. راح ابيت المحبس. سلم لي عليهم هوايه. الله يسلمون عليك. يلا راح نبيت المحبس وفاء وحيدر. هاي اللعبه تعتمد على الحظ. يلا مصورنا. تعال 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 صورنا الشكردانات. اختاري وفاء رقم من 4 شكردانات. يلا ساعدي. ما اقدر اساعد لان هاي اللعبه تعتمد على الحظ. يلا اللي على الكاميرا هذا هو كله على الكاميرا. رقم بس دقيقة. حيدر وفاء اختاري رقم. رقم واحد. هذا واحد. اوكي هذا وفاء. يلا حيدر اختار رقم ثاني. هيا تختاري رقمتك يا ابا. ما يصير اختار من 1 لـ4. قول رقم. اختار اثنين مو اني كافيك يا ابا. قول واحد اختار. 2 لو 3 لو 4. اختار بسرعة رقم. 2 3 4. اثنين. اوكي. ثلاثة. 1 2 3. ايه. اوكي. حيدر نشوف حيدر. يلا. حيدر. حيدر فاز ويانا طلع المحبس. اسفين منك وفاء. هذا المحبس طلع الحيدر. ايه. هالهولة هالهولة الريد. ايه. ها. ايه. ها. ايش كان يا رشوة تسلم عليك؟ حياتي فدوى الله يسلمكم ان شاء الله. حيدر سلمي على مصطفى مني. يوصل يوصل قلبي. اسفين وفاء ان شاء الله يحالفك الحظ بالحلقات المقبله. حيدر دخل اسمك ويانا بالقرعه. الف مبروك لكل الفائزين اليوم ويانا. يلا ناخذ اتصالات. الارقام موجوده اسفل الشاشه تقدرون من خلالها تتواصلون ويانا. الو الو ترن ترن. الو الو هلا شلونك؟ الو زين زين لو زوين؟ زين لو زوين؟ لا زين. ها تمام. اسمك؟ علاء لطيف. علاء لطيف؟ من وين علاء؟ من البصره. هلا تحياتي لك ولاهل البصره. شلون هالبصره بالحار؟ زين. زينه بالحار. هذا الحر وزينه بالبصره. ما محترين؟ ما محترين؟ لا زين الحر. يلا ناخذ اتصال ثاني. يلا ناخذ اتصال ثاني. ابقى على الخط ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام.
الله يسلمك، شلونك اختي العزيزة؟ اهلا وسهلا، نورت البرنامج. شلونك اختي العزيزة؟ اهلا وسهلا، نورت البرنامج اخويا. منورك حياتي، اسمي ناصر سلطان من الموصل. اليوم الموصل والبصرة، شلون اثنين اقوياء؟ يلا ناصر وعلاء. ناصر وعلاء، هسه ما راح العب وياكم، حقول لكم جملة وترددوها وراي 3 مرات. تمام؟ تمام؟ ناصر وعلاء، أول شيء نجرب ويا علاء بما أنه أول متصل. يلا علاء قول كمشت خشمي 5 كمشات. كمشت خشمي 5 كمشات. يلا. يلا علاء 3 مرات. كمشت خشمي 5 كمشات. كمشت خشمي 5 كمشات. خمشي لا غلط غلط غلط. يلا بعد محاولة خن. لا لا عيد 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 علاء. كم كم شا كم شنو؟ شنو؟ خمشت خمشت. اه هاي ما عندنا اصلا هاي المفردة باللغة العربية. خمشت خشمي 5 كمشات. غلط علاء، علاء خسرت ويانا. راح تصير فاولات كثيرة والله. ناصر خلينا نشوف ناصر. اوقف علاء، انتظر علاء، اصبر علاء. نشوف ناصر، يلا ناصر قول كمشت. يلا. كمشت خشمي 5 كمشات. يلا. ماكو غيرها، انا البداية غلط بها، ماكو غيرها. اوكي قول خيط حرير على حائط خليل. 3 مرات. خيط حرير على حائط. كم؟ 3 مرات. يلا ناصر. خيط حرير على حائط خليل. ايه يلا 3 مرات بسرعة. يلا ناصر. خيط حرير على حائط خليل. خيط حرير على حائط خليل. خيط حرير على حائط خليل. صح ناصر، دخل اسمك ويانا بالقرعة. وعلى نعتذر من عدك ما عرفت تقول الجملة، عود للاتصال بنا وان شاء الله تكون الفائز ويانا. ناصر دخل اسمك ويانا بالقرعة، الفوز بجهاز بلاي ستيشن. تحياتي لكم والف مبروك لكل الفائزين. وبرافو عليك، وروح منه برافو عليك، ونستقبل اتصالاتكم مشاهدينا ومتابعينا الحلوين. يلا ناخذ اتصال ونقول مرحبا. الو اهلا وسهلا. مرحبا. هلا شلونك؟ شلونكم؟ حبيبتي نورتي البرنامج. قلبي نورتي البرنامج. نورتي انتي. حبيبتي نورك هذا. قلبي اسمك الثلاثي؟ زهراء رياض. زهراء رياض ايش؟ حسن. اوكي من وين زهوره؟ حسن. من وين؟ من بغداد. حي الله حي الله اهل بغداد. زهراء ابقي على اتصال وناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ الحمد لله. تشبه نصونا صوت التلفزيون. نص التلفزيون. اسمك الثلاثي؟ عبد الكريم. رياض عبد الكريم. من وين عبد الكريم؟ من بغداد. من بغداد. عبد الكريم وزهراء. عبد الكريم وزهراء. نعم. يلا زهراء اريدك ترددين وراي هاي الجملة، تقولي لوري ورا لوري. بس خل اسمعنا بس دقيقه زهراء. يقول المخرج صحيح انت. دقيقه. لوري بعد 3 مرات. لوري ورا لوري. لوري ورا لوري. حبيت. يلا عبد الكريم قولها 3 مرات. لوري ورا لوري. لوري ورا لوري. لوري ورا لوري. حلو اثنيناتهم صحيح، اثنيناتكم دخلتوا ويانا بالقرعة. عبد الكريم وزهراء دخل اسمكم اثنيناتكم بالقرعة الفوز بجهاز بلاي ستيشن. شكرا لكم ولاتصالكم الجميل، تحياتي لكم. يلا ناخذ اتصالاتكم، الارقام ظاهرة اسفل الشاشة، تقدرون من خلاله تتواصلون ويانا. وفرنا لكم خدمة التليجرام ايضا، تقدرون من خلاله تتصلون بينا ونقول الو. الو الو. عليكم. هلا ميثم جمعة من بغداد. حلو حماس. ميثم جمعة
ميثم من بغداد. ميثم من قاعد يمك؟ نعم ويا العائلة. سلم لي على العائلة كلهم. ايش قد عمرك؟ عمري 23. الله يحفظك والعمر كله ان شاء الله. ناخذ اتصال ثاني. بنيه مو ولد. لا شنو ميثم؟ ها اسم يعني ما تقدر انت تعطين اسمك؟ لا هو اسمي ميثم. ها اسمك ميثم. ليش هيك اسمك يعني اسم أينا. اكو اسم ميثم ولد وبنيه؟ ايه ولد وبنيه. ها حلو اول مره اسمع. طبعا تحياتي الك قلبي. انتظري على الخط وناخذ اتصال حبيبي. ثاني ونقول الو. ان شاء الله. الو 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 هلا. الو 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 وياك قلبي. حبيبتي نورت البرنامج. اسمك الثلاثي؟ نورت قلبي. اسمي رقية حكمة عباس. رقية حكمة عباس. من وين رقية؟ من كربلاء. من كربلاء. تحياتي إليك ولكل اهالي كربلاء اكيد محافظة كربلاء. تنور البرنامج. رقية وميثم ليناتكم حتلعبون محابس. شلونكم بالمحابس؟ زينين لو لا؟ بالنسبة لي انا مو زين بالمحابس يعني. خليها هيك الكاميرا خلي بيت المحابس لا تحركها ابد. يلا حبيت المحابس لا تغشش مصورني. يلا ميثم ورقية يلا ونقول بات. يلا 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 مصورنا. يلا يلا ميثم ومنو ثاني اتصال نسيت طبعا انسى الاسماء. يلا ميثم اختاري شكردانة بين اربع شكردانات. رقم اثنين. واحد اثنين اوكي. هنا ميثم من المحبس فيها. يلا رقية اختاري رقم. انا اختار رقم ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة اوكي. نشوف رقية. ثلاثة قلبي. يلا نشوف رقية. واحد اثنين ثلاثة. رقية اعتذر من عندك. وهسه نشوف ميثم. ميثم شو تقولين؟ ميثم ميثم والله ما اعرف لان ما لعب زين يلعب اول مرة. اذا فزتي سمعينا هالهولة ان شاء الله. سمعينا هالهولة؟ موجود؟ سمعينا. لا اذا اسالك يجوز مو موجود. يجوز موجود. سمعينا هالهولة لو لا؟ ما اعرف. لا ما انا ما علي ما علي ما علي يا ريت فشي. خلي نشوف هسه ان شاء الله. يلا ان شاء الله. ميثم المحابس ونقول لك بات. الف مبروك دخل اسمك ويانا بالقرعه. وسمعينا هالهولة لو صفقه. حبيت حلو حلو الحماس قلبي قلبي. شكرا لك لاتصالك. عمري قلبي دخل اسمك ويانا بالقرعه. وشكرا كل الفائزين ويانا. ونسمع اغنيه مو غلس المخرج ليش. ها اتصالات يلا ناخذ اتصالات ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ اسمي مختدي. زين الحمد لله. زين لو زوين. اسمك؟ زوين. زوين. زوين اسمك؟ اسمه؟ انقطع الاتصال؟ انقطع الاتصال. زينب زينب. ها حلو. زينب ايش؟ زينب اسعد. اسعد من وين زنوبة؟ من وين؟ من البصرة. اليوم اهل البصرة منورين البرنامج. هيك شمعة بالبرنامج. حبيبتي زنوبة ايش قد عمرك؟ 17. 17 العمر كله ان شاء الله. زينب منو قاعد يمك؟ اهلي. س-
سلمي لي عليهم هواي هواي هيك سلمي لي هيك هيك هواي. يلا زينب ابقي على الاتصال ويانا وناخذ اتصال ثاني، ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حياتي، نورتي البرنامج. اسمك شو؟ قلبي. قلبي نورتي يا عمري. انا فاطمه من بغداد. اسمك؟ فاطمه من بغداد. فطومه، شلونك فاطمه؟ فاطمه ايش؟ فاطمه ناصر. ناصر من بغداد. فاطمه منو قاعد يمك؟ بس العائله. سلمي لي على العائلة هواي هواي هواي. فاطمة وزينب حنلعب جلقة. فاطمة حتكون الكرات البرتقالية وزينب حتكون الكرات البيضة. تمام؟ تمام تمام. فاطمة بس سؤال، ايوه انا ما ادري اشوف التلفزيون لان يلا انا حلعب بدالك فاطمة مو؟ اوكي يلا. يلا فاطمة أنا حلعب بدالك الكرات البرتقالي وزينب هاي كراتك البيض. أوكي. يلا ألعاب رقم واحد الفاطمة، يلا زينب. رقم خمسة. خمسة. أنا حلعب رقم تسعة، يلا زينب. ستة. ستة. يلا أنا حلعب رقم أربعة. يلا يلا زينب. ثلاثة. يا رقم يلا زينب شوية حماس حماس. ثلاثة. 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 ونقول فاطمة ألف ألف مبروك فزتي ويانا زينب. ما أعرف اللعبة، ما أعرف. نعتذر منك، عاودي الاتصال بينا وإن شاء الله نربحك. فاطمة شكرا لك، دخل اسمك ويانا بالقرعة على بلاي ستيشن. يلا زينب اسفين، ان شاء الله يحالفك الحظ بالحلقات المقبله، وشكرا كل اتصالاتكم اليوم، وهواي اليوم فائزين ويانا اكيد، لان انا خير عليكم. يلا انا ونقول الو من بيت بيوت. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، نورتي البرنامج ونقول نورتي اكيد وهلا وغلا. ليش؟ 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 لحظة مخرجنا، ليش؟ ها حلو يلا بكيفك. اسمك الثلاثي؟ اسمك الثلاثي قلبي. مريم محسن فياض. مريومة محسن فياض. من وين مريم؟ مريم نصينا صوت التلفزيون وسمعينا من صوت التليفون. مريم محسن فياض. مريم حينسد الخط اذا بتنصين التلفزيون. من وين قلبي؟ وين؟ شنو نايم قاعد؟ من وين؟ من بغداد. من بغداد. مريومة ابقي على الخط وناخذ اتصال ثاني وياك ونقول الو. 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 يلا ناخذ اخر اتصالين، اخر اتصالين ويانا. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله زين. اسمك الثلاثي؟ حسين عباس بسن. حسين عباس من وين؟ من وين؟ من البصرة. حلو، اليوم البصرة منورتنا كل النور وطارش، رحت للبصرة للبصرة لاقتني وحده سمرة. ها سمرة مين نفوت؟ هاي النجف هاي الكوت. يلا غني غني. للبصرة للبصرة يلا. هاي الكوت. الله حلو. يلا حسين ومريم راح نلعب وياكم لعبة المحابس. شلونكم بالمحابس؟ زينين لو زوينين؟ زوينين. زوينين. يلا تمام. مصورنا شوية هيك يعني ما اريدك تغش. ارفع الكاميرا. ارفع الكاميرا. لا لا يلا نبيت المحبس ونقول بات. يلا حسين ومريم. حسين اختار رقم من اربع شكردانات. حسين
اختار رقم من اربع شكردانات. يلا الرابع الرابع. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. يلا مريم اختاري رقم. واحد. واحد. يلا نشوف مريم ونشوف حسين حظهم. مريم 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 اسفين الحظ محالفك ويانا، شكرا لك. نشوف حسين. حسين ايضا حسين محالفك الحظ ويانا اليوم، نعتذر من عندكم وان شاء الله يحالفكم الحظ بالحلقات المقبله. شكرا لكم ولاتصالاتكم الحلوه، عودوا الاتصال بينا وان شاء الله تكونون فائزين ويانا. مخرجنا ختام حلو، الوقت مشى وياكم بسرعه طبعا، وكانت ساعه جميله وياكم وان شاء الله استمتعتوا بحلقه اليوم. مخرجنا دا اختم ما يصير هيك تقاطعني. انتظرونا بحلقه جديده من برنامجنا بيت بيوت، انتظرونا بحماس. وطبعا الوقت كلش مشى سرعه وما حسيت به. يقول مخرجنا غيراني موجود، طبعا اكيد انت فاكهه البرنامج، تحياتنا لك مخرجنا العزيز. تحياتنا للكادر قناه دبليو تي في، انتظرونا بحلقه جديده ونقولكم مع السلامه وباي باي.